السلام عليكم متابعي القناة، نتمنى أنكم تكونوا في أحسن الأحوال. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشارك معكم طريقة تحضير كالامار معمر بحشوة جد جد لذيذة، واحد الصلصة خاطرة ورائعة جدا، طريقة جد سهلة والنتيجة غادي تعجبكم بزاف بزاف. بلا ما نطول عليكم، خليكم مع التفاصيل في بقية الفيديو. بسم الله على بركة الله، في واحد المقيلة تكون شوية كبيرة غادي ندير القليل من زيت الزيتون، وغادي ندير واحد نص بصيلة شلتها بحال هكا صغيرة، وعندي هنا 4 الفصوص ديال الثوم كبار، غادي نزلهم في المقيلة ديالي ونخليهم يتقلاو شي شوية حتى كتنزل البصلة مزيان وكتشحر لي مع ديك التويمة. اذا هنا من بعد ما نزلت لي هذيك البصلة مزيان غادي نزيد القليل من مركز الطماطم تقريبا قياس واحدة معلقة كبيرة، نحركو مع هاد البصلة والثومة مزيان، وغادي ننزل الطماطم اللي حكيتها في الحكاكة الغليظة، عندي هنا قياس 4 ديال الحبات من الحجم الكبير، طبعا نتوما الكمية على حسب كمية الكالامار اللي غادي ديروه، كذلك على حسب حجم الطماطم. غادي نزيد ملح حسب الذوق، قليل من البزار، قليل من التحميرة، إلا كنتو كتبغيو الحار زيدو شوية السودانية إلا بغيتو، والقليل من سكينجبير. كنخلطو هاد العطرية مع لاصوص طوماط، وغادي ننزلو ريقات ديال سيدنا موسى، ندير واحد العصيرة ديال الحامض، غادي نزيد هنا شوية د القزبر ومعدنوس مقردين، وهنا عندي طريفات ديال الكالامار ديال الرجيلات وديال الجوينحات اللي قطعتهم بحال هكا طريفات صغار، هذه كتبقى يعني شي حاجة اللي اختيارية فقط باش ديك لاصوص طوماط ديالنا تجي من السما بريحة السمك، ممكن نضيفو كذلك شوية ديال الكروفيت إلا كان متوفر، ما توفروش ماشي مشكل، يعني صلصة الطماطم بوحدها جد كافية. أنا هنا زدت حتى طريفات ديال الكروفيت اللي قطعتهم صغيورين باش يعطيوني واحد النكهة مميزة للصلصة، كيفما سبق لي قلت هادي مكونات اللي اختيارية. غادي نخليو هاد لاصوص طيب على خطرها وتعقد مزيان، يعني حتى كتشرب الماء ديالها كله، لاصوص لذيذه بزاف والرائحه ديالها جد مشهيه. وهنا عندي شويه ديال الرز قياس واحد جوج كيسان اللي درتو يتسلق، وما غنخليهش يطيب يعني 100%، غنطيبو تقريبا ثلثي طياب باش غيكمل لي الطياب من بعد ملي نعمرو به الكالامار. دابا غادي نمشيو نوجدو الحشوه ديال الكالامار ديالنا، عندي هنا واحد ثلث فلفله حمراء، ثلث فلفله صفراء قطعتهم صغار، هاد الفلافل اختياريه ما بغيتوش ديروها ممكن تستغناو عليها، عندي هنا واحد نص بصيله حتى هي مقطعها صغيره، شويه ديال القزبر ومعدنوس دايرهم بالزايد، عندي هنا ثلاثة ديال الدراس ديال الثومه كبار، وعندي شويه ديال الكالامار قطعته بحال هكا صغير، حتى هو كيبقى اختياري ما توفرش ماشي مشكل، راه غير بالروز كيجي زوين، وكذلك شويه ديال الكروفيت مقطع صغير حتى هو اختياري، ولكن طبعا راه كيزيدوا اللذه للحشوه ديالنا. وعندي هنا القليل من الحامض مصير، هنا بعد ما تسلق لي الرز كنصفيه وكنزلو على باقي المكونات، غادي ندير القليل من الملح، شويه ديال البزار، نفس البهارات اللي درت في لاصوص طوماط، شويه ديال التحميره، شويه ديال سكينجبير، غادي نزيد القليل من مركز الطماطم كذلك قياس واحد معلقه كبيره بحال هكا، وغادي ندير القليل من زيت الزيتون، ونخلط المكونات كلها مع بعضها مزيان. بالنسبه للروز راه سلقته مع شويه ديال الملحه، لذلك ملي زدت الملحه هنا راه ما درتش بزاف، يعني القياس الكافي اللي غادي يملح لي
باقي المكونات اللي هي الفلفله، البصله، السمك. اذا غادي نخلط مزيان، ينسجموا المكونات ونرجعوا نواصلوا ان شاء الله. اذا هذه الحشوه ديالي بعد ما خلطت جميع المكونات، سمحوا لي نسيت واحد العصير هذا الحامض ضروريه، داك النكهه هذه الحموضه كتمشي مزيان مع الحوت، انا شخصيا كتعجبني بزاف. اذا طبعا غادي نعاود نخلط الحشوه ديالي ونرجعوا باش نعمروا الكالامار. على بركه الله نبداو نعمروا الكالامار ديالنا. طبعا حبات الكالامار نكونوا نقيناهم وغسلناهم مزيان. غادي نبدا ناخذ من الحشوه وكنعمر غير بالمهل، ممكن تستعملوا لابوش ربما تجيكم اسهل، ولا غير بحال هكا عطيوها الخاطر وحاولوا توصلوا للحشوه للاسفل مزيان. اذا ملي كنعمروا الكالامار ديالنا نحاولوا ما نعمروهش كامل، لانه الكالامار في الطياب كيتجمع والروز مازال يزيد يكمل الطياب غادي يتنفخ، وبالتالي راه الحشوه غادي تزيد الحجم ديالها. الى عمرناه غادي يطرطق، انا نزيد واحد شويه فقط بحال هكا جد كافي. اذا تقريبا غتخلي واحد الربع ديال حبات الكالامار خاوي، وغناخذ واحد الكوردون كنسدو به باش ما كتخرجش لينا الحشوه في لاصوص. اذا بنفس الطريقه نعمروا باقي الحبات. غادي نرجعوا دابا لاصوص ديالنا، شوفوا معايا كيف عاقده واقفه مزيان وطيبه. غادي نزيد لها قليل من الماء ضروري باش داك الروز كيكمل الطياب ديالو. اذا كنمرقوا، نخليو هذا الماء يغلي مزيان، وغادي ننزلوا الكالامار اللي عمرناه. اذا حبات الكالامار اللي عمرناهم هما هادو، كنزلهم بحال هكا في المقيله ديالنا. هادشي اللي قلت لكم في البدايه، حاولوا تعزلوا واحد المقله تكون شويه كبيره باش كتهز لكم من بعد الكالامار. كيف ما ممكن طيبوه في الفران يعني حسب الرغبه ديالكم. صافي، اذا دابا غادي نغطي على هذا الكالامار ديالي، غادي نخليه حتى كنحس به بحال طاب شي شويه من التحت، ونعاود نقلبو على الجانب الاخر. من بعد ما الكالامار دخلوا الطياب مزيان كنقلبو للجانب الاخر. لاحظوا معايا هنا كيف انتفخوا، ما بقاش داك الفراغ اللي كان، الكالامار كيتجمع وكذلك الروز كيطيب. دابا صافي غادي نخليه يكمل الطياب ديالو، ولاصوص طوماط تشرب مزيان. حاولوا في الاخير تحلوا عليه باش يشرب بالزربه، لان الكالامار ما كيبغيش يطيب بزاف. يعني عمليه الطياب كلها تقريبا المفروض تاخذ لنا 21 الى 25 دقيقه. بالنسبه للحشوه اللي بقات فانا درتها في بلاستيكه نحتفظ بها في المجمد حتى استعمال اخر ان شاء الله. كان هذا هو الشكل النهائي ديال طبق اليوم، اللي هو عبارة عن كالامار معمر بصلصة الطماطم من بعد ما ديك لاصوص وقفات وتشربت مزيان، كتجي معلكة جد جد رائعة. الرائحة ديال الوجبة ديالنا كتشهي، الكالامار طيب مزيان والحشوة من ألد ما يكون.
خلاصة الباكيج كله أو الطبق كله من أروع ما يكون. أكيد أكيد إلا جربتوه غادي يعجبكم بزاف. نتمنى الوصفة والفيديو ديال اليوم يكونوا نالوا الإعجاب ديالكم. إلا عجبكم ما تبخلوش عليا بتشجيع، ديروا لايك تعليق، بارطاجيو لا فيديو مع الأصدقاء ديالكم. وإلا كنتو كتشوفوا القناة لأول مرة مرحبا بكم، اشتركوا وفعلوا الجرس للتوصل دائما بالجديد. شكرا على المشاهدة، نتلاقاو مرة أخرى إن شاء الله في فيديو آخر ومع شهيوة واحدة أخرى.